باقي سؤال أخير الآن. السؤال الأخير ترى باقي يا سيدي، في احتمال إنك تعوض ترى. السؤال الأخير، ولكن بعد السؤال الأخير إذا استمريت على ما أنت عليه الآن للأسف راح أقول لك باي باي. طيب يلا، قيمة السؤال هي 1750 ريال، والاحتمالات هي المسبح والنادي الصحي، المطعم وجودة الأكل، قوة الإنترنت. وش السؤال؟ أكثر شيء يهمك إذا سكنت بأوتيل أو بفندق؟ سعيد، إذا سافرت أنت كسعيد وش تحب؟ أكثر شيء يهمك؟ المسبح والنادي الصحي. لا أجل، أبيك تسأل تركي. سعيد. لا لا، أنا علشان نفسي يغلطون بس. فهمتك، ذكاء، هذه ذكاء، ذكاء منك. أنا علشان نفسي. طيب كل واحد جاهز إجابته؟ مصطفى، دام انك انت بتسكن بالاوتيل وتستخدم سناب شات، ما اظن انه يهمك المسبح والمطعم او الانترنت، صح؟ لا لا، انت توك تقول يهمني السناب شات الان. لا لا، ما يهمك النت. خلونا نفكر هو بعقل. المطعم يفتح الاكل. خلينا نفكر بعقل وبذكاء، اذا حنا سافرنا وش اكثر شيء يهمنا؟ يلا، جاهز الاجوبه؟ يلا يا سعيد، يلا يا خالد، يلا مصطفى، عرضوا الإجابات الآن. قوة الإنترنت، مصطفى قال المطعم وجودة الأكل، وسعيد قال المطعم. طيب اتفقوا سعيد ومصطفى، ودائما خالد يكون مختلف ودائما يكون معاه الحق في كل الأجوبة، لنا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيم وزوجته دمبة دائما تعطيه يعني. سألنا أهلنا بالسعودية، وأهلنا بالسعودية أعطوا أعلى نسبة تصويت لي المطعم وجودة الأكل. المطعم وجودة الأكل. بس يا فرحة ما تمت يا سعيد، يا فرحة ما تمت سعيد. جود سؤال، عطنا فرصتك. لا تعال عند البيت وعطيك فرصة من يوني تامر أمر، فرصة إذا جيت الرياض إن شاء الله. سعيد، كلمة توجهها. يعطيكم العافية وما قصرتوا، إن شاء الله نشوف منافسة حلوة بين خالد ومصطفى يا رب إن شاء الله. يا رب. طب تبي تقول لي شيء أنا؟ فيصل، أنا شرفت فيك وصالح. على رأسي والله يا حبيبي، الله يوفقك وإن شاء الله تفوز في المرات القادمة إن شاء الله في المواسم الثانية. شكرا لك إن شاء الله، الله يعطيك العافية.